وصل عبد الكريم البرغوثي باب منزله المفتوح عنوة من قبل جنود الاحتلال فجرا بعد سماعه خبر الاقتحام وإعلان الجيش الإسرائيلي قرار هدمه بحجة تنفيذ نجله عملية العين قبل عدة أشهر أنا حسب ما وصلنا أخبار أنه هم أجوا كسروا طاقة الباب رغم أنه الباب مسكر بالزند يعني بيقدروا هم يفتحوا أه و وطالعين على ظهر الدار وصايرين يأخذوا في قياسات للدار هيك يعني هيك قالونا أو هيك التلفزيون العبري أو الإعلام الأمريكي بيت توزع من فيه بين غربة الإبعاد وقرارات قاسية بعدم الظهور على الإعلام كما هو الحال مع أم البيت الأكاديمية والناشطة وداد البرغوثي وأسر حوى جسد الأبناء كرملة وقسام كل القمع وكل الفاشي اللي استخدموها مع الناس اه شو سوت إشي جديد لهم لامنهم لاسرائيل اه او للكيان بشكل عام الا انها بتولد جيل جديد للثوره في كل مره منذ نحو أشهر يواصل الاحتلال هجمة شرسة في ملاحقة نشطاء الجبهة الشعبية يداهم المؤسسات ويتوعد بهدم سلسلة من المنازل لمن قادوا ما وصفها بالخلية المعقدة التي نفذت عملية قتل فيها مجموعة من المستوطنين جلسونا في مكان محدد في البيت وبلشوا يشتغلوا حسب ما شفناهم إحنا بيبغطوا قياسات للبيت وبكتبوا على ليستا في معهم اللي يبدو خبير هندسي بلدة كوبر تعود مرة أخرى لواجهة الإعلام عبر قرار جديد بهدم المنزل الخامس خلال المرحلة الأخيرة بحجة تنفيذ عمليات يصفها الاحتلال بالنوعيه